أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أولت اهتماما متزايدا بالارتقاء بالعلاقة المشتركة مع طرفي الإنتاج وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العمل أمام الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي والذي يعقد في جمهورية مصر العربية. وأشار سعادة الوزير إلى نجاح تجربة مملكة البحرين في توفير منظومة متكاملة لتعزيز حماية حقوق العمال ومكتسباتهم، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات الدعم الصحي والمالي والاجتماعي في التصدي لجائحة كورونا، ما جعل البحرين أنموذجا يحتذى به على صعيد استقرار سوق العمل ومعدلات البطالة الآمنة والمحافظة على قوة العمل المنتجة. مؤكدا في هذا السياق مواصلة الحكومة إجراء المراجعة الدورية للمبادرات والتشريعات العمالية السارية بهدف مواكبتها للمعايير العربية والدولية والمستجدات العالمية في الشأن العمالي. تواصلت فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، وشهد المؤتمر كلمات الوزراء ورؤساء الوفود حول دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة والذي أكدت عليه مملكة البحرين، وعرضت تجربتها الناجحة في التعاون بين الحكومة وغرفة التجارة وصناعة البحرين والنقابات العمالية، كما أشار وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان. لقد أولت مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اهتماما متزايدا بتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الأمر الذي خلق مناخاً مشجعاً للعمل والتطوير في بيئة عمل منتجة وصحية. وشددت غرفة تجارة وصناعة البحرين على دورها المهم في تطوير العمال والنهوض بهم لمزيد من التقدم في مجالات العمل. إننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين قطعنا أشواطاً طويلة في تطوير علاقات العمل وقدرات العمال، وساهمنا بفعالية في تحقيق توازن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، كما أننا نمتلك في مملكة البحرين سجل حافل من الريادة والنجاح في المجال العمالي. وهو الأمر الذي أكدت عليه نقابات عمال البحرين لخلق الحوار بين الأطراف الثلاثة لحل مشكلات العمال. التعاون بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والنقابات العمالية أضحى من أهداف غرفة البحرين لدعم العمال وقضاياهم. بالنسبة لتجربة البحرين والتوافق بين الأطراف الثلاثة في البحرين، طبعا الكل يلاحظ في البحرين ان هناك تناغم تام بين المنظمات العمل اللي عندنا، النقابات ورجال الاعمال من خلال غرفة البحرين وكذلك حكومة البحرين، في هناك توافق وتباحث على طاولات مستديرة للخروج بقرارات لصالح العامل والعمل كذلك. هكذا يؤكد مؤتمر العمل العربي في القاهرة على أهمية التعاون بين كافة أطراف العمل لتعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات العالمية الحالية. مؤتمر العمل العربي في دورته 49 كان فرصة طيبة لمملكة البحرين لعرض تجربتها الناجحة في دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة بدعم حكومي ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى النقابات العمالية، وهو ما لقي إشادة داخل أروقة المؤتمر. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة.